قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان مسيحيو الأردن الدورة والحضور، حيث استضاف البرنامج النائب الأسبق الأستاذ نبيل غيشان الذي أكد بأن المسيحية في العالم انطلقت من الأردن قبل 2000 عام، والمسيحيون في هذا الوطن هم نسيجه وتاريخه وحاضره، ويعيشون إلى جانب إخوتهم المسلمين في هم واحد وهو خدمة الأردن، وهم متمسكون بجذور هذا الوطن والتاريخ يشهد على ذلك. فإلى هناك، أول ما يتبادر إلى ذهنك شو لما نقول مسيحي الأردن؟ الحضور والدور. يعني المسيحيون أو المسيحية العربية مثلت واقعا اجتماعيا وواقعا سياسيا وثقافيا في منطقة الشرق على مدى 4 قرون ونيف، من القرن الخامس إلى القرن العاشر كان حضورا قويا. المسيحية هي جزء أو يعني حتى الديانة المسيحية انطلقت من هذه المنطقة، والمسيح انطلق من بلادنا ولم يأتي لا من روما ولا من بيزنطة ولا جاء من أي منطقة أخرى. فعندما نتحدث عن المسيحية نتحدث عن الأصل، فالأصل هنا. اليوم أنا لما كنت أشوف مرة شفت مبعوث أوروبي، مبعوث الاتحاد الأوروبي جاي بيعملوا عندهم تقرير عن حالة حقوق الإنسان والحرية الدينية والكذا، هاي الحرية الدينية. قلت له بشكل واضح، قلت له أنا اللي أمامك اليوم أنا مسيحي من 2000 سنة، أنا متوارثها عن أجدادي من 2000 سنة، أنا لم أنقطع عن المسيحية مرة. أنت بجوز أجدادك كانوا صاروا مسيحيين بالقرن 16 أو 13 أو القرن، إحنا من بداية المسيحية ونحن هنا. ولذلك حتى إحنا يعني أنا من عشيرة بالأصل أصلها غساني، من المملكة المسيحية الغسانية. نحن غساسنا عرب، نفتخر بكوننا مسيحيين ونفتخر بكوننا عرب. لذلك أي حديث عن الحضور والدور، أولا الحضور والدور لا يقاس بالعدد، لا يمكن أن تقيس الحضور المسيحي بعددهم، لأنه الحضور هو رسالة والحضور هو وجود، والحضور يعني أن تشهد بأنه في مسيحيين في هذه المنطقة. هذه النقطة الأساسية. إذن نحن لسنا رقما، المسيحيين طبعا اليوم بيقولوا أنه يعني في عمليات بتتم تهجير وفي ضغط على المسيحيين بالمشرق. طيب قل لي في أي عصر المسيحيين ما كان عليهم ضغط؟ يعني قل لي يعني أيام نجران ولا أيام؟ بالعكس، المسيحيون لعبوا دورا مهما في الحضارة العربية الإسلامية في العصر الأموي وفي العصر الأول العباسي. بعد ذلك بدأت يصير في عليهم، لكن حقيقة لعبوا دور. والأهم من ذلك كله أن المسيحيون العرب هم أصحاب الفكرة القومية العربية، هم الذين أحيوا النهضة العربية.